زي ما حضراتكم شايفين تاريخ كبير جدا جدا للحاوي وليد سليمان مع النادي الاهلي، وحاجه جميله جدا وحاجه محترمه وحاجه تفتخر بيها الحقيقه. يعني كابتن وليد حاجه جميله جدا، وهنتكلم عن التاريخ ده كله من اول ما جيت النادي الاهلي لغايه الان. والله يا كابتن سامي الحمد لله، يعني ده في الاول يعني اشكر ربنا سبحانه وتعالى على التوفيق وان انا اجي النادي الاهلي. كان حلمي وانا صغير ان انا اجي النادي الاهلي. والحمد لله يعني عملت، يعني حضرت جيلين في النادي وعملت تاريخ كويس الحمد لله، واستفدت كتير جدا من وجودي في النادي ومن وجودي في وسط الجيل الذهبي للنادي الاهلي. والحمد لله يعني زي ما حضرتك قلت ان الواحد قدرنا في وقت يعني تقريبا 11 سنه دلوقتي في النادي نعمل حاجه كويسه للنادي واعمل حاجه كويسه لنفسي على المستوى الشخصي. وان شاء الله الفتره الجايه احاول برضو اضيف لنفسي واضيف للنادي بطولات ان شاء الله. يا رب ان شاء الله.